في مهن كده معروفة إن هي للرجال فقط، أو كانت معروفة إن هي للرجال فقط، لأن الفقرة دي بتنسف هذه الفكرة تماما. دلوقتي احنا معانا نموذج لسيدة، سيدة مصرية هتكون معانا دلوقتي في صباح الخير يا مصر. هذه السيدة عبارة عن أو بتحقق إنجاز يمكن صعب أو نادر وجود سيدة في هذا المجال، مقاول نقل لعربيات النقل التقيل. مهنة بتحتاج لمجهود كبير جدا وقوة تحمل كبيرة جدا. يعني اعتقد ان فعلا زي ما انت قلت يا شاذلي، هي نسفت فكره ان في مهنه ممكن انتوا يعني تحتكروها. مريهان الدريني هي اول سيده بتشتغل او بتعمل في مجال النقل التقيل في مصر. منورانا النهارده في صباح الخير يا مصر عبر تطبيق زوم. صباح الخير عليك يا مريهان، اهلا بيكي معانا. صباح النور، ازيكم؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا جمعه؟ يا اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكم. في الاول كده، يعني ايه مقاول نقل لعربيات النقل التقيل؟ يعني ايه؟ بصي، هو في مهنتنا احنا عندنا نوعين من المقاولين، او يعني تو كاتيجوريز، واحد مقاول نقل، ومقاول النقل ده بيمتلك عربيات نقل، وواحد متعهد نقل برضو بيطلق عليه مقاول نقل بس ما بيمتلكش عربيات نقل، سواء ده او ده. هو بيعمل اللي هو تخطيط للتعامل مع السواقين النقل، تخطيط للتعامل ازاي بقى نطلع الشغل، وازاي نعمل البلان بتاعت اليوم، ان احنا مثلا عندنا عدد من النقلات معينة بتجينا من العملاء، ازاي بنظبطها، ازاي بنطلعها، ازاي بنطلعها من قلب الميناء دي. يعني هي ده هنقول تعريف مقاول النقل، لان الموضوع مش يعني انا عشان بخبرتي في اللوجيستكس، فالموضوع كان بالنسبه لي اسهل شويه في الهاندلنج مع الخطوط الملاحيه، في الهاندلنج مع العملاء. فكانت الموضوع صعب كست ان انا انزل المينا بقى بنفسي واتعامل فيس تو فيس مع السواق، بس التعامل كاوبريشن لا كان سهل، يعني ما كانش صعب شويه خالص. كان سهل عليكي عشان عندك خبره، لكن الخبره دي اكتسبتيها منين؟ يعني دخلتي المجال ده ازاي اصلا؟ انا دخلت المجال زي اي خريج جديد، اشتغلت في مصنع كان في كده انترنال بوست محطوطه في المصنع اللي انا بشتغل فيه لحد محتاج مسؤول تصدير. بعدين بعد مسؤول التصدير اتقبلت في البوست ده، بعدين اشتغلت في شركه انترناشونال كانت برضو متطلبه مسؤول تصدير. جيت اشتغلت في فريت فور اوردر، او هنقول شركه شحن بس مالتي ناشونال، كنت ماسكه عميل من اكبر العملاء عندنا في مصر. كان الهاندلنج بتاع العميل ده، او ان انا انجح في ان انا اتعامل مع العميل ده، ان انا اظبط منظومه النقل. لما جيت شفت بقى الاوبريشن والدايلاما بتاعت النقل عجبتني جدا وحبيتها جدا وتحديت نفسي فيها. فلما فتحت بزنس، او يعني لما قلت هبقى عندي شركه، قلت انا لازم اغير برضو شكل مقاول النقل. انا لما دخلت المهنه كنت حباها، قلت انا لازم اغير من مقاول نقل عادي لمؤسسه، يعني هشتغل النقل بشكل مؤسسي شويه. ساعتها ما كانش فيه مقاولين نقل كتير بيتعاملوا مع الايميل، فكان ان انا ادخل واتعامل وهندل الشغل باي ايميل مع العملاء كانت ايه ده، هو في كده؟ هو في كده. طبعا دلوقتي بقى عادي، بس انا ايام ما دخلت في 2012 ما كانش الموضوع عادي يعني. طيب، يعني انا برضو في نقطه حابه اعرفها منك يا مريهان، يعني بدايه شغلك فكره النقل البري هو من اصعب مراحل النقل اللوجستي عامه، وبتتعاملي زي ما انت قلتي مع سائقين طبعا ليهم مننا كل التحيه، ولكن هم اصلا مش متعودين يتعاملوا مع سيده. يعني طريقه التعامل اكيد كان في خضه، اكيد كان في طريقه مش يعني خلينا نقول استهتار، لو انت اكيد مش هتعرفي تعملي ده، او انت مش فاهمانه مش هتفهمي لغتنا اصلا. انت ازاي قدرتي تتخطي المرحله دي او تتخطي التحديات دي، وايه التحديات كمان اللي واجهتك تاني؟ بصي، كان نزولي المينا انا قعدت 5 سنين بشتغل نقل، بس بشتغل نقل من المكتب. كنت متردده شويتين، 3 4 كتير، اكتر من مليون كمان، ان انا انزل المينا علشان خاطر ان انت هتتعاملي بقى فيس تو فيس، ما فيهاش عارفه زي ممثل التلفزيون وممثل المسرح. المسرح فيس تو فيس مع الجمهور، يا يضحك يا ما يضحكش، فانا برضو يا سيطر يا مش هعرف اسيطر. طب سيطرتي ازاي؟ هي كده، يا سيطر يا مش هسيطر خلاص. والله بصي، انا لما نزلت كان اول يوم صعب بالنسبه لي، اتعاملت على اني يعني طبعا هم في الاول كانوا متخيلين ان انا زائره جايه اتفرج على المينا.
لما بدأوا واحدة واحدة يشوفوا إن أنا بدأت أتكلم، طب بدأت أطلع عهد، طب بدأت أطلع شغل. جه صديق ليا مقاول نقل، كان عارف إن أنا مقاول نقل بقالي كذا سنة، بس عمر يعني عمره ما شافني في قلب المينا، فلقيته بيسلم عليا كده وبيقول لي الكبيرة جت عندنا، يا مرحبا يا مرحبا. فالكل بدأ يسأل هي مين دي؟ الكبير. فقال لهم ده كبيره، دي مقاول نقل تقيله قوي يا جماعه، دي بقى لها كذا سنه معانا بس هي اول مره نشوفها في قلب المينا. في ناس كانت عارفه الاسم وفي ناس مش عارفه الاسم، فبدا التعاملات. طب هنبدا نشوف هي هتتعامل معانا ازاي. السواقين في الاول كانوا مش يعني مش هقول لك مش متقبلين، لان السواقين على فكره ناس عندها وعي جامد جدا باللي بيتعامل معاه. فبدأوا السواقين زي ما تقولي كده يترقبوا الحكاية، الست دي هتتعامل معانا ازاي. واحدة واحدة لما السواقين بدأت تتعامل معانا، لما السواقين بدأت تشوف ان انا بتعامل معاهم بشياكة وبأدب وباحترام، لا الدنيا اختلفت تماما يعني صراحة. يعني السواقين انا بعزهم جدا، هم بيعزوني جدا يعني ما بيرفضوليش طلب. ده طبعا مطلوب. احنا عارضين صورة دلوقتي وانت قاعدة في الكابينة، هل انت بتسوقي ولا دي صورة بس؟ لا بص حضرتك، هي مش صورة بس، هو انا سقت حبيت في مرة كده اجرب زي ما يقول متاعب المهنة او السواق يعني الدنيا فيها ايه، فحبيت اجرب سواقة العربية ذات نفسها. طب يعني هل ازاي ده معناه ان احنا ممكن مثلا خلال الفترة الجاية نشوف سائقات للنقل التقيل؟ هو يعني احنا حاليا في مصر عندنا ربنا يديها الصحة يا رب الحاجة فريال. الحاجة فريال بقى لها 35 سنة سائقة نقل. نقل تقيل. الحاجة فريال الست الوحيدة بقى في مصر اللي معاها رخصة درجة أولى، الست الوحيدة اللي بتسوق تريلا وبتطلع بيها الرحلات. يعني أنا لما سقت جوه المينا. لا الست الحاجة فريال بتاخد حاويات وتروح توصلها أو تروح تحملها. يعني هي لها مني كل الحب والتحية، كلنا بنحبها في المينا، وهي صراحة ست يعني ربنا يديها الصحة بمليون ويقويها يا جدع، رب. يعني بمليون حد جدع حقيقي يعني. طب مريهان، يعني دلوقتي بقى يعني واحنا بنتكلم على المهنة دي، لسه شايفة ان في مهن مثلا او اعمال معينة ما ينفعش ست تعملها؟ عشان شاذ ليه كان حزين جدا وبيقول ان انت نسفتي الفكرة دي. والله بص احنا الستات، والله يا جماعه احنا يعني مش بنيجي عليه ولا حاجه، بس هو الستات بتعرف تعمل كل حاجه. يعني لا انا عارف والله، يعني انا واثق من يعني ده. الستات دلوقتي بقى في جزاره وفي ميكانيكي وفي نجار وفي كل حاجه، هي ازاي بس تخرج بره الراكور او تكسر الراكور فبتعرف تتعامل. ودلوقتي بقى يعني انا بعد ما نزلت زي ما يقولوا كسرت الراكور، فبقى في بنات تانية بتنزل في قلب مينا بورسعيد وفي قلب مينا دمياط وفي قلب مينا اسكندريه. خلاص انت ايه عارف، اول واحده بس بتدق يعني هي دي بتدق حقيقة، الباب هي دي حقيقة. وبعديها الناس بتتعامل عادي خلاص. هي فكرة المجتمع زرعها في عقولنا شوية، فكرة ان في اعمال ما ينفعش ان الستات تعملها. بس يعني انا حقيقة بشكرك ان انت قدرتي تبتدي في مهنة زي دي. وسامحنا يا شاذلي، مسامح في لا الموضوع خلاص ولا طبعا، ايه؟ لا متقبل خلاص طالما سامح وصلنا لهذه سامح يا الدرجة، شاذلي، هنعمل ايه؟ مش بمزاجي. هنعمل ايه؟ لا والله هو بجد هو متفاجئ حتى واحنا بنتكلم ان هو كان يعني متفاجئ بشكل انه في ستات تقدر تدخل مجال زي ده. صحيح الموضوع كمان لانه ما هوش سهل، وفي حاجه كمان في جانب اخر من الشغل اكيد انت طبعا هتفيدينا بيه دلوقتي، انه طبيعه شغلك مش من الناس اللي بتخلص شيفت او فط او ورديه او تروح، لا انت بالك مشغول 24 ساعه سواء موجوده في مقر العمل او حتى بالتليفونات. ده ازاي طبعا بتقدري توازني ما بينه وما بين البيت؟ ما انت عندك بيت برضه وحياه شخصيه. والله بص انا جوزي شخص متفاهم جدا، وبرضه لولا انا ما كنتش وصلت للمكانه اللي انا فيها دي، لان هو شخص سبورتيف لولا جدا دعم جدا الزوج جدا. باينة لا يعني، ده بص لولا اقول دعم لك على الرجل. حاجه، انا برضو خلينا برضو يعني احنا اسفين يا جمانه، بس لازم برضو نقول ان الراجل لا يعني لا ده والله اي ست اتمنى لهم كل بتعرف خير والله. تكسر الراكور، اي ست بتعرف تكسر الراكور وبتنجح وبتوصل لمكانه عاليه لولا دعم جوزها او باباها او اخوها، طبعا مش هتعرف توصل للي هي فيه. اكيد بيفرق، كمان يعني بيفرق جدا ان يكون بالفعل زي ما انت قلتي يا مريهان، باباها او اخوها او زوجها يكون بيدعمها، دي بيديها ثقة اكبر في نفسها ان هي تقدر كمان طبعا تقتحم اي مجال هي عايزاه. اكيد
طبعا يعني بصي انا مش هضحك عليكي، انا برضو كانت من الناس الله يرحمها اللي مدعماني، كانت والدتي. الله يرحمه. بس لما جه جوزي تخيلت ان هو مش هيت يعني مش هتقبل الفكره، بس صراحه لقيته متفاهم، خصوصا ان انا في بعض الايام كنت يعني ببات في المينا، يعني ببات صاحيه في المينا عشان الشغل. صاحب بيبقى معايا على التليفون، بيبقى معايا بيطمن، بس ان هو تقبل الفكره دي ما كنت متخيله انه لا. بس هو صراحة منتهى الدعم، منتهى السبورت. لا يعني ما أنا مش هقدر يعني أودي له حقه، إن هو لا، هو من الناس اللي لولاها برضو أنا ما كنتش كملت، أو طبعا لولاها أنا بنوجه له كنت كل التحية والتقدير حقيقي. يعني ده الحقيقة حقيقي. طبعا أكيد وأي حقيقة لأي زوج بيدعم زوجته أكيد. حقيقي برضو. طيب مريهان، رسالتك إيه لكل سيدة عاملة، خصوصا إحنا الأيام دي بنحتفل بعيد العمال؟ والله أنا رسالتي دائما لكل سيدة ولكل رجل ولكل شاب وفتاة عايزين ينجحوا، النجاح محتاج صبر، محتاج مثابرة، محتاج عارف اللي هو ايه، في حد زميل يعني في دايما يقول اللي مش قد النجاح ما نجحش، هو دايما يقول كده، لان النجاح لما بتوصل لقمة النجاح انت ممكن تيجي لك ضربة توجعك، يعني طبعا توقعك، ترجعك لسكوير وان او ترجعك لورا تاني يعني ورا. بس الشاطر او الناجح هو اللي لا ياخد الضربة دي تقويمه، بيتعلم تقومه منها يعني، يتعلم منها ويقدر يتقومه، بالظبط وتقومه لان تاني. حتى لما بنوصل لقمة النجاح وقمة الساتسفاكشن والساتوريشن بتاع النجاح قمة بيبقى الرضا فيه ups and بالنجاح. downs، بيبقى فيه ups and downs، بس ما بتبقاش بقى ups and downs، لا بتبقى يعني بسيطة. اه بالظبط. فاللي قد النجاح بيكمل، لا كملوا هتنجحوا. الستات هي زي ما اشتغلوا انت الحاجة قلتي اللي من هنا، هي بتحبوها مايند سيت او هي عقلية اكتر من اي شيء تاني. بس برضو طبعا. خليني اروح معاكي لموضوع مهم ونقطة مهمة جدا، فكرة ان انت تشتغلي في مجال النقل في شركة، اوكي يعني مفهوم، يعني في اطار موجود أصلا، مؤسسة وفي اطار مؤسسة موجود. ليكي مسؤولياتك، لكن ان انت تنتقلي لان انت يبقى عندك شركتك الخاصة، مكتبك الخاص اللي بتنزلي من خلاله على ارض الواقع، وانت اللي بتتعاملي، وانت اللي مسؤوله عن توصيلات معينه ومسؤوله عن شحنات معينه، دي مسؤوليه كبيره جدا وصعبه جدا زي ما بنقول. ايه اللحظه اللي انت قررتي فيها لا انا مش هشتغل تاني في مؤسسه، انا هيكون عندي عمل خاص بيا او مكتب خاص بيا؟ لما لقيت ان الوظيفه بتقيدني، عندي ريجوليشن في الشركه ما ينفعش اتعداها او اتخطاها. يعني كان مثلا انا العميل اللي كنت ماسكاه، اوكي بظبط منظومه النقل بتاعته، وكان هو ده التشالنج بالنسبه لي. بس كان مثلا مديري يقول لي لا انا مش هاخد مش هاخد النقل اللي ما بشحنوش. هو احنا المهنه عندنا بتتقسم ثلاثه، شحن ونقل وتخليص. فكان دايما مديري يقول لي لا انا مش هاخد نقل بس، انا هاخد النقل اللي انا باخد الشحن بتاعه. طب ما انا عندي فرصه ان انا اخد النقل بس، والعميل واثق فيا جدا ومستعد يديني كل شغل النقل. فبدات لا، طب ما انا لازم اكسر الراكور ده، لازم اكسر ان انا عايزه اتعامل براحتي، اخد قراري، ما يبقاش عندي. طبعا انا مديري علمني كتير، كان مدير ومدير الاثنين مع بعض علموني كتير، ولهم مني برضه كل التحية. لكن انا ساعتها قلت هم علموني، بس برضه في مبادئ للشركة غصب عننا كلنا يعني طبعا حتى هم. فخدت قرار لا انا هبقى، لا انا هاخد قرار مع نفسي. بس هي دي اللحظة اللي قلت لا انا لازم تبقى ليا حكايتي لوحدي. كل التوفيق ليكي طبعا، بنشكرك جزيل الشكر مريهان الدريني، مقاول نقل تقيل في الموانئ المصرية، ألف شكر ليكي.